شركة مصر أنشأت سنة 1927، بعد 10 سنين تقريبا كانت أول زيارة للملك فاروق لشركة المحلة، وفي سنة 37 بعد كده الزيارة الثانية سنة 1944 أمر مهندسيها بإنشاء مدينة رياضية ومرافق كاملة خاصة بالعمال، ومن ضمن هذه المدينة الرياضية مسرح شركة غزل المحل. ومن هنا بدأ ازدهار الفنون في داخل المسرح ترفيها عن عمال الشركة. كان الفكرة ان يستفيد العمال فقرات ترفيهية، الفكرة هي الترفيه عن العمال واستغلال الطاقات الإبداعية الموجودة داخل العمل لتنشيطه للإنتاج. يعني العامل عموما لو مارس هوايته ولو فرغ طاقته الإبداعية هيبقى دايما جاهز ذهنيا للإنتاج. فكانت دي الفكرة من الأساس. يعني في الأربعينات بدأ إنشاء النشاط الفني بشكل عام بداية والرياضي. من سنة 1944. 44. إيه الأنشطة الفنية اللي بدأت في الأول؟ طبعا اللي بدأ في الأول تقريبا الموسيقى النحاسية من أوائل الفرق اللي بدأ في الأول خالص. بعد كده بدأت فرق المسرح، بدأت فرق الفنون الشعبية، بدأت فرق الإنشاد الديني، بدأت فرق الموسيقى العربية وهكذا. ودول كلهم مستمرين لحد الوقت؟ دول كلهم مستمرين لحد النهاردة داخل مسرح شركة غزل المحل. النحاسية دي بدأت اتكونت ازاي؟ عندك فكرة تكوينها جه ازاي؟ هل جه من بره؟ انا اعرف ان كان في هنا الملجأ، كان في فرقة نحاسية، كان في بالفعل ملجأ المحلة، وكان مطلع فنانين كبار جدا. بالفعل ملجأ ايتام المحلة بدأت فكرة الموسيقى النحاسية من خلاله، ثم انتشرت على جميع ربوع المحلة ومنها شركة غزل المحلة. حتى كنت على ما اذكر أول برضو تقريبا احتفالية في نادي بلدية المحلة كانت محققها فرقة الموسيقى النحاسية بملجأ أيتام المحلة.